طيب عشان نطمن بقى بشكل اكبر على التمرين، خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز محمد طه مراسل قناه النادي الاهلي، واللي متواجد في هذه اللحظات في مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد عند ملعب مختار التتش، بيتابع مران الفريق استعدادا لمباراه الغد. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الخير طبعا على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله طبعا كله بخير. عايز اطمن منك بقى، طمني على الفريق استعداداته، بس قبل ما نتكلم على استعدادات الفريق لمباراه بكره عايز اعرف موضوع جونيور اجاييه وتعرضه للاصابه ومدى حجم الاصابه وامكانيه مشاركته في مباراه الغد من عدمها. طيب يمكن لو هنبدا بجونيور اجاييه، كان اثناء المران وبعد ما المران بدا بلحظات وكان شارك في التدريبات البدنيه الاوليه، وبعدين كان في بعض الجمل اللي عملها مستر لاسيركي، فجأة كده توقف اجاييه ويمكن حط ايده على العضله الخلفيه وخرج للدكتور خالد محمود، ويعني حاول كده يعني يعمل تشيك عليه ويعمل فحص طبي، ويمكن على اثرها طبعا قدر المران وما استكملش المران طبعا. لسه لحد دلوقتي طبعا كده انا لحظات انا بكلمك فيها التمرين ينتهي في هذه اللحظات، لسه طبعا ما فيش اي تفسير للاصابه او نوع الاصابه بالظبط تحديدا ايه، لكن الدكتور خالد بيقول ان هو هيطلع على فحص طبي وبالتاكيد طبعا هيجيب عن مباراه الغد امام تمام. لكن لو هنتكلم على بدايه الميران طبعا، هو الميران طبعا اللعيبه تجمعوا اليوم في الساعه 3 عصر لحضور الميران، وكان في محاضره طبعا مع بدايه الميران النهارده اللي بدا في الساعه 4 من مستر لاسيركي، واكد فيها واتكلم مع اللعيبه على ضروره الفوز في هذه المباراه تحديدا واقتناص الثلاث نقاط، واكد طبعا ان المرحله الحاليه لا تقبل خساره اي نقاط طبعا في هذه المرحله، واكد ان مشوار الوصول لصداره الدوري هيكون هو الهدف الرئيسي وفي هذه المباراه تحديدا، وقال ان لازم نستفاد من الفتره اللي احنا استغليناها في الفتره السلبيه او الراحه السلبيه اللي سبقت هذه المباراه، ولازم نستغل هذه الفتره بشكل جيد جدا عشان نقدر نفوز في هذه المباراه ونأدي كمان بشكل جيد. كويس. كمان نتكلم على قوه المنافس، قلت ان احنا المنافس هيكون صعب جدا وربما كمان تكون من اصعب المباريات اللي هنتذكرها في نهايه الدوري. صح. قال ان لو في مباريات صعبه هتكون دي واحده منهم، خصوصا على قوه المنافس والهزيمه اللي اتعرض ليها الفتره الاخيره، وايضا على موقفه من جدول الدوري. التدريبات طبعا بدات بشكل جماعي، تدريبات بدنيه وتدريبات الكره، وكان في بعض الجمل وبعض الصفارات على المرمى والتصويب على المرمى، ويمكن ركز شويه النهارده مستر لاسيركي على التصويب من خارج ال 18 والتصويب بشكل كبير جدا في هذا الميران. ايضا يمكن بعد اصابه اجايو ولما خرج منتظرين لحد دلوقتي تحديد نوع الاصابه او التصريح بشكل كامل من الدكتور خالد محمود، لان زي ما قلت لك في اللحظات دي الميران لسه بينتهي. تمام. لسه القائمه كمان ما اعلنتش. عمرو سليح، طه معاشور، عمرو جمال طبعا استكملوا برنامجهم التاهيلي، وليد سليمان استكمل برنامجه في الجيم ايضا. يمكن النهارده في فتره طبعا خاصه مع كابتن طارق سليمان مدرب الحراس مع شناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير والصاعد محمد طارق، ويمكن كان في جلسه بين الكابتن طارق سليمان وبعض وكل الحراس، حارس واحد زي ما كان معلن لكل الحراس، اتكلم معاهم وقال ان النادي الاهلي كل حارس موجود جوه النادي الاهلي هو حارس مرمى النادي الاهلي. صح. واي منهم هو يحرص عليه النادي الاهلي في اي وقت، ولازم يكون قد المسؤوليه ولازم يكون عنده الحافز وعنده الدوافع انه يكون جاهز في اي حراسه عديد مرمى النادي الاهلي كاي لاعب داخل الملعب. بخصوص اكرامي اخيرا حارس مرمى الفريق، انه هيستقرر موضوعه الفحص الطبي غدا الاثنين ايضا تحت اشراف الهيئه الطبيه كامله برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز للوقوف على اخر التطورات بالنسبه لاصابه الدعم. يمكن ده كل الاحداث في ملعب ستارك في هذه اللحظات اللي بنتكلم فيها، منتظر الان ان القائمه بعد لحظات. كويس. طبعا ان شاء الله في اعلانها سوا فيك. أكيد. بشكرك محمد شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد طه، مستنيين منك كمان قائمة الفريق أول ما تطلع تبعتها لنا أو تقولها لنا على طول علشان نعرف القائمة اللي هختارها مستر مارتن لاسيركي. ومحمد مراسل قناة الأهلي يعني